هي خطوات تحتاج إلى استقبال بنفس الإيجابية، وإن شاء الله إن في أقرب وقت راح يكون طي هذه الصفحة. أنا ودي أقول إن عندنا محطة مهمة ومهمة يعني للغاية، اللي هي قمة الخليجية في الرياض في 10 ديسمبر، وإن شاء الله يعني إن هذه تكون محطة خير على وضعنا الخليجي.